قام مراقب التعليم ببلدية خليج السدرة حسن الشوبي بمتابعة سير الامتحانات النهائية لطلبة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمدينة راس النوف وعلى عدد من المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق مراقبة التعليم ببلدية خليج السدرة. اليوم متواجدون بمدرسة القدس بمدينة راس النوف لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في يومها الثاني. نشعر الحمد لله باطمئنان كبير على سير الامتحانات وإجراء الإجراءات الاحترازية أو تنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها قبل دخول الطالب لقاعة الامتحان. الشهوبي وقف على عمل لجان الامتحانات والتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع إصابة الطلاب والمعلمين بفيروس كورونا المستجد، وبما يكفل عدم ضياع العام الدراسي على الطلاب. اطمأننا اليوم على اللجان الموجودة في مدينة راس النوف. مدرسة القدس يمتحن بها حوالي 174 طالب. اطمأننا على الإجراءات المتخذة قبل دخول الطالب من تعقيم اليدين، من قياس درجة الحرارة، من ارتداء الكمامة. بعد تأجيل دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، يعود الطلبة لأداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية قامت بها مكاتب مراقبة التعليم بالبلديات لمنع انتشار وباء كورونا بينهم.